نرجع معكم مشاهدينا، وتعودتوا دايما وكل نهار سبت بهيدا التوقيت يطلع عليكم سعادة النايب القسيس دكتور إدغار طرابلسي. موضوعنا لليوم رح يكون عن الإنسان بمواجهة الموت. صباح الخير قسيس. صباح النور. يعني عم بقول الإنسان بمواجهة الموت مع ابتسامة، هلا بقولوا عايشين بكوكب تاني. الجمعة الماضية. أكيد موضوع الموت في كتار يعني بخافوا منه، ما بحبوا يحكوا فيه، وهيك عندهم يمكن آخر الدنيا، يعني هيدا هو الموضوع يلي ما بعرف منستبعده، بس لما يقرب علينا بيكون شغل كتير، يعني مشكلة كتير كبيرة. ليه اخترت هالموضوع بالذات أساس؟ الخوف من الكورونا قادني للتفكير ليش الناس خايفين من الكورونا هالقدي؟ لأنه خايفين من الموت. يعني النفس عزيزة، خايفين يتعذبوا، خايفين يموتوا، خايفين أنه تقضي عليهم. بس هو كمان الخوف أكتر من العذاب يلي الواحد بيتعذبه حتى يوصل. يعني في كتير بيقولوا إن شاء الله بنام وما بقوم، هيدي أحسن أريح شيء. أريح شيء. هلأ أنا عم بكتب كتاب وأخذ لي حيز من تفكيري ووقتي وخلص الكتاب وعم بحرره، صرت مخلص تلتينه بالتحرير، عم بحكي عن الموت. كل شيء بيخطر ببال الإنسان أسئلة من نحو الموت أنا رحت جربت أني لاقي الأجوبة عليها. ناس فعلا بيخافوا منه، بولس الرسول سميه آخر عدو، وهو يعني كمان أقصى عدو، قاسي جدا، قسوته على الناس تلقي برهبة كبيرة. ناس مهما يغالوا منا حالة طبيعية إنه واحد يتواجه مع الموت بدون قلق، وهذا بنحكي عنه قلق الموت، أزمة الموت، بدون خوف، بدون رعب، بدون حزن، بدون شعور الخسارة، بدون شعور التلاشي. هيدي كتير مهمة للإنسان إنه يقول أنا موجود، أنا معبى مكاني، بخاف اندثر. فبيفكر الإنسان بهالموضوع، والموت يصيب كل الناس. يعني it is common إن نحكي عنه، ليش ما بدنا نحكي عنه؟ أنا مثلا مرة كتبت مقالي وقلت ليش الناس بيتفاجئوا بإنه صابنا الموت. بعيد الشر عن كلها، بتمنى لكل المشاهدين أيام طويلة، أيام حلوة، وأيام مليئة بالصحة والبركات. بس ليش بنتفاجأ؟ لازم إذا واحد ربح جايزة اليانصيب نتفاجأ، لأنه بيكون مثلا شي 5 ملايين واحد ركدين عليها، واحد بيربح. هيدا يعني مفاجأة، إذا واحد ربح الجايزة مفاجأة. بس إنه كل يوم الناس بيموتوا. طيب هون أسيس بيقولوا ما حدا راح ورجع حتى يخبر، أكيد أبحاثك كانت كتيرة، منلاقي شيء ملموس عن الموت؟ وهلأ رح نفوت بأسئلة كل العالم بتسألها، وهالقد عندهم الخوف لأنه مجهول، مش أنه بس موت. لو عارفة شو بيصير ورا الموت بتصير أسهل علي، أنه عارفة لوين رايحة، بس أنه رايحة عطراب هالقد، يعني الفكرة أنه أنا رح أنعدم، وأكيد المؤمن بيروح لغير مطرح. رح نسأل كل هالأسئلة. جربت أخذ الأسئلة باتجاهات متعددة، الفلاسفة شو حكيوا، الحضارات مثلا بتشوفي كانوا يحطوا لهم أدوات أكل وجرة مي، اللي بركي قام يأكل الفراعني، أو عند القيامة بيلاقي أكل حسب. فبتلاقي إجابات متنوعة في الحضارات والديانات المختلفة. في آراء كتير متنوعة وفي قواسم مشتركة بيناتها، لأنه الحقيقة بالوجدان العالمي وإن تنوع التعبير عنها بتضل في شيء مركزي فيها. فالحقيقة مثلا أنه الإنسان بيموت، هي حقيقة مركزية ما حدا بيقدر ينكرها. وأيضا البحث عما بعد الموت الكل عندهم إياه، ليل يلي أنعوا حالهم أنهم يكتفوا بأنه أنا أندثر خلص. الإنسان بيشعر بصدى خلف الحجاب، صدى الأبدية بيشعر فيه بداخله، كيف مثلا اللي بيلقط الصفدة تبع البحر بيحطها بيسمع صوت البحر، أمر عجيب كيف بعده صوت البحر بقلبه.
نحن منشعر بصدى الأبدية يلي ملازم للنفس البشرية في التكوين في الجبل. أمر عجيب، هيدي النفس جيتنا من غير محل الله خلقها، فبتشعر بهيداك المحل. هلأ أنا عم بحكي مش دائما الناس موافقين إذا الله خالق ولا الله موجود. يعني الواحد لازم يفكر كمان، يلي ما بيؤمن بوجود الله هو كمان عم بفكر شو ممكن يصير بروحه. ممكن يقول روحي ما بتروح المحل لأنه منا أبدية، منا إترنال. نحن من آمن أنه الروح بتروح لمحل لأنه أبدية، لأنه الله أبدي وحطه. بس في ناس ما بيؤمنوا بالله وبيؤمنوا بخلود الروح وبيؤمنوا بإعادة مجيء وذهاب، مجيء وذهاب، حتى الاتحاد ما بعرف بشو. هلا هن بيعبروا عن حالهم في عدة أفكار بالشرق الأقصى إلى آخره. بقى نحن أنا معني من بعد ما أدرس هول كلهم، أنا معني شوف الكتاب المقدس شو بيقول، وأنا وجدت أنه الكتاب يقول أنه في حياة بعد الموت، وفي عبور من حياة لحياة، أو في استمرارية للحياة باختلاف المكان غير القيامة. لا القيامة هلا في عبور، خلينا نقول أنه الموت هو عبور، بعدين منروح لمحل، بعدين بتصير القيامة. إذا لخصناهن وقلنا أنه عند الموت عم بنتقل للمحل الثاني لا بأس، بس هو فعليا فينا نحكي عن ثلاث محلات. طيب في مؤمن وفي غير مؤمن، هل كل مصير نفس الشيء ولا حسب الإيمان؟ وكيف هون كمان عم نترجمه؟ لمؤمن وغير المؤمن هو بالأخير إنسان، روح ونفس وجسد. هلا في ناس بيقولوا انه هو روح وجسد او نفس وجسد، انا مؤمن بثلاثية الانسان. لما بيقطع من هون تارك جسد ورا هون، راح لمحل. في بالاعلان الالهي يعني الله اعلن عن ذاته بكلمته في مكانين، خلينا نلخصهم بفوق وتحت. اوكي، الهاوية العليا والهاوية السفلى، مستودع الأرواح الفوقاني، مستودع الأرواح التحتاني، الفردوس والجحيم. هولي كلمتين، هيدا بكوي على اليمين طلوع، هيدا بكوي على الشمال نزول، مكانين مختلفين. وبعد منهم تجي القيامة، الكل بيقوموا، تنقرأ لهم النشرة. هيدا اللي موقف شي مرة بحياته أو رايح ورا شخص بيجيبوا له النشرة، تنقرأ له النشرة، بس هاي المرة أمام الديان. وبينقال له ليش نكب مطرح ما نكب، أو ليش نحط مطرح ما نحط، حتى ما يفكر أنه راح ظلما إلى المكان اللي هو لا مكان لازم يروح لهونيك، أو راح استحقاقا للمكان الأعلى. وما حدا بيروح استحقاقا للمكان الأعلى، كلنا منروح للمكان الأعلى لأنه طلبنا الرحمة، يعني مش لأنه أحسن من هوليكي، لأنه نحن اعترفنا أنه خطاط. بده يطلع على المكان الفوقاني بده ينتبه أنه هو بده يقول أنه أنا ما بستاهل، يعني دخيلك يا رب، إذا بترحمني أنا بقوم ممنونك. فبتنقرأ له النشرة، هون بتصير القيامة، تسترد الأجساد لهالأرواح، بيرجعوا بيتحدوا وبيفوتوا إلى الأبدية، أو تسترد وتحصل القيامة وبيكملوا طريق لبعد مرحلة أخرى، الحالة الأبدية. الحالة الأبدية أنا كاتب عنها بالكتاب، ما في داعي هلأ نفوت فيها كلها بالتفصيل، عن السماء وعن جهنم اللي هي غير الفردوس وغير الجحيم، نسبة لإعلان الكتاب المقدس. في كتير ما عندهم هيدا الإيمان، بحسوه كأنه شيء أنه خرافي، مثل كأن مش معقول نكون نحن عايشين بهيدا العصر وبعد بنفكر بهالطريقة. هل الشخص يلي بفكر بهيدي الطريقة بعيش حياته بالخطية وما عنده مشكلة يخطي؟ لأنه نحن منخاف من الدينونة، نحن منخاف من جهنم، أوقات يمكن بيردعك إيمانك أنه ما تصير بمطرح بعدين مش عارف شو هو، مشان هيك بيردعك. يلي ما عنده رادع بيكون بالخطية ولا كمان مش ضروري؟
ممكن رح جاوبك عليه إن شاء الله ما أنسى، بس عجبتني كلمة الخرافي، خليني أعالج الموضوع لأنه ممكن أنه نفكرها وحدة من المعتقدات الخرافية، لأنه لما منروح على المتاحف منشوف النواويس، منقرأ اللوحات المتروكة من الحضارات القديمة، منشوف ارتباط موضوع الموت بالخرافي. يعني في إشياء، فمثلا خدي من ملحمة جلجامش وجاي وغيره، كيف الموت نظر إليه كصراع بين الآلهة والأرواح والشياطين على جسد إنسان إلى آخره. وبعدين كمان القيامة فيها شيء من الخرافي لدى هؤلاء. هلا فيهم حقائق مركزية أساسية ولو بعد هيك نسرة، ولكن ما فيني أنا أنظر للإعلان الإلهي كرديف للخرافي أو كخرافي هو. البعض بيفكروا أنه الإعلان الإلهي الوارد في الكتاب المقدس هو خرافي أخرى. هلأ دراسة الخرافات، دراسة الأساطير هو جزء من دراسة الأدب. بيتحلل هيدا النص الخرافي والأسطوري جزء من دراسة الأركيولوجيا والتاريخ والأدب، له عناصره. إذا منروح للكتاب المقدس، وأنا ما بدي أحكي بس من وجهة نظر إعلان إلهي أنت بتقبله وإلا سكوت، ما بحب هيدي الشغلة. حق الناس تنظر للكتاب المقدس والبدية، يعني تقول البدية، هل الكتاب المقدس قادر يدافع عن حاله أنه مش خرافي؟ هيدا هو الموضوع. يعني أنا ما بدنا نستخدم سلطة الدين وسلطة المؤسسة الدينية وسلطة الترهيب وسلطة التخويف لندافع عن الكتاب المقدس. لا هولي ولا شيء قدام الكتاب المقدس، ولا شيء ولا شيء. الكتاب المقدس أرفع من هيك بزمان. إذا رحت إلى الكتاب المقدس تدرسي بمضمونه، بعباراته، بصياغاته، بتفكيره، بالطريقة اللي بيحكي فيها، يبتعد كليا عن الخرافة. يعني في عندك شغلتين مختلفتين فيهم عناصر مشتركة، إنه الخرافة عم بتعالج موضوع الموت وما بعد الموت، والكتاب المقدس عم بيعالج الموضوع الجوهري، الموت وما بعد الموت. نسأل حالنا ليش الناس يلي لحقوا الخرافات الأساطير، الديانات الشعبية، الديانات الوثنية إلى آخره، بيفكروا به؟ لأنه هذا شيء إنساني. يعني ما بدك الناس يفكروا بمصيرهم بأي حضارة بأي كلتشر كانوا، إيه بدهم يفكروا شو بيطلع معهم؟ الخرافة والأساطير والملاحم دونتها. أما الكتاب المقدس اللي هو أمره عجيب غريب، كونه إعلان إلهي من فوق وكتابة بشرية من تحت، وافتكر أنه هون بفكر واحد أنه الكاتب بيشبه كاتب الخرافة والأسطورة. لا، هيدا بقلب كتاب في لاهوت للكتاب، هو مسوقين من الروح القدس، كتبوا مسوقين من الروح القدس. هيدي قصة بغاية الأهمية، أنا حطيتها بكتابي الوحي المعصوم. هوني في منطق منطقي بالخرافة، في منطق لا منطقي، في أسطورة، في عامل هيك من المخيل البشرية. هلأ المنطق المنطقي تبع الكتاب المقدس ينسحب على الحياة والموت وما بعد الموت. بالوقت هنيك الأسطورة خرافية لدرجة ما بتتصدق إلا إذا واحد يعني مثلا عنده مخيلة أدبية بحب يصدقها. هلأ شيء تاني غير برهان منطقية المنطق والمضمون الوارد بالكتاب المقدس، في شخص هو يسوع المسيح يلي مات، اختبر الموت وقام، وبعد قيامته أراهم نفسه وخليهم يدسوا يديه ورجليه وعلامات المسامير وإلى آخره. المسيح مات أمام عينيهم، قام وظهر أمام عيني أو عيون مئات، يعني في لهم تعداد، مش بس أنه نفكر تلاميذ وبضعة نساء ومريم، في تعداد بيوصل لفوق 570 582 شخص يلي شافوا المسيح بيذكرهم. فهيدا منه رقم صغير لنقول انه هؤلاء ناس جماعة مهلوسين، ومن فرط الحزن او من فرط الهلوسة الدينية تراءى لهم. لا، هيدا شافهم واكل معهم وقعد معهم وفات على بيوتهم والى اخره قبل ان صعد امامهم الى السماء.
صعد أمام بمركبي إلى السماء أو على الأذرع الأبدية على الملائكة. اللي بيقرأ النص كمان بيشوفه خالي من الأسطورة، يعني في توصيف لشاهد عيان ذات مضمون. هيدا النص مضمون كبير من الإعلان الإلهي من نحو الموت والحياة والقيامة. فهذا يقنع الباحث الجدي يلي ما بده يكون عم بيلحق أساطير مصنعة أو قصص مصنعة خرافية مثل ما بيقول بولس الرسول. نحن مش لايحين قصة مصنعة خرافية، عم نحكي بحث كتير جدي مع برهان كتير حقيقي هو برهان قيامة المسيح من الأموات. فكرة كمان اللي طرحتها، هل منعيش بالخطية إذا إحنا لا نؤمن؟ مش تقليلا من قيمة الخطية بس تعظيما لقيامة المسيح وحقيقة القيامة بتصفي هذه القصة أصغر. ومنيح اللي ذكرتيني. تنرجع لهالسؤال، لأنه نحن في فكرة ملاصقة تأتي بعد القيامة هي فكرة الحساب أو الدينونة، ومنسأل عن شو بده يحاسبنا الديان. في الجواب الأساسي الخطايا اللي نحن عاملينها، طب بركي بعد في البر اللي نحن مش عاملينه. يعني أنت بتتحاسبي على الخطايا. هلأ من يحدد الخطايا؟ لا أنا ولا أنت ولا الناس. يعني نحن ميالين أن نقول هيدي مش خطية، هاي مش خطية، هاي مش خطية، هيدي بس خطية. هلأ ليست اللي هي بس خطية قلت عم نروح على الوصايا؟ عم نروح على الوصايا، بس الناس هيدي تشيك ليست 10 لو افترضنا شطبون محيون محي 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 خلي لا تقتل، لأن هيدي يعني الموت بس هي قصة خطيرة. هاي لا تقتل، وبرضو إذا واحد قتل يوم جيبوله 100 سبب تخفيفة ليش قتل، وبيطلع أحيانا الحق على القتيل. فبيطلع هيدا بار، فنحن مكسرينهم كلهم الوصايا العشرة بالإفسور شايلينهم كلهم. فمش نحن المنقرر أي هي خطية أي هي لا. هلأ الكتاب المقدس واضح، إجرة الخطية هي موت، والنفس التي تخطئ هي تموت. وهون ما عم بيحكي عن الموت بالجسد لأنه كل الناس يموتون، عم نحكي عن الموت عن حكم الموت الثاني عند الديان. عندنا الخطايا، دائما الخطية تأتي بدينونة أو عليها تأتي الدينونة. بدي أقدم فكرة تانية يلي ما منعمله، البر اللي ما منعمله كمان ندان عليه. من يعرف أن يفعل حسنا ولا يفعل فذلك يحسب له خطية. تعرفي حالك لازم تعملي شيء منيح وما عملتي، سكتي وقلتي خلي غيري يعمله، أكان انتصار لمظلوم أو إشباع الجائع أو الاهتمام بمريض عم بيعاني أو الوقوف مع إنسان مفترى عليه، أو أنك تعملي شيء أنت فيه كتير قضايا ما تعمليها، هيدي كمان خطية. يعني مش أنه هيدي صفر صفر أنه ما عملتها بس ما عملتها غلط، يعني ما عملتها غلط وبالتالي لا تحسب علي، لا ما عملتها هيدي غلط. فإذا اللي بتعمليه غلط تدانين عليه، اللي ما بتعملي الصح اللي ما بتعملي تدانين عليه. وأيضا بيقدم بولس الرسول مادة خطيرة في حكم الدينوني، خطيرة هي الموقف من يسوع المسيح. شو بدك هلأ قصة شو عملنا خطايا وشو ما عملنا خطايا، شو الموقف تبعك؟ بدي يقول له شرف لهم، شو كان موقفك من ابني يسوع المسيح؟ شو كان إيمانك بالضبط من نحوه؟ هل قبلت سيد ومخلص أم تنكرت له؟ المسيح قال من ينكرني أمام الآب، من ينكرني يعني في الحياة أنكره أمام الآب السماوي. فهيدي قصة أساسية. بولس بيزيد الموقف من الإعلان الإلهي، الموقف من الإنجيل المقدس، بيقول إنه الله سيدين سرائر الناس حسب إنجيلي. فهيدول نحن ما بنعرفهم بس لازم نعرفهم، يعني لازم نعرفهم. إذا عرفناهم بلبكونا لما نصير مسؤولين ورجعوا لنا رأسنا أكيد وضميرنا. فيمكن البعض يختار يقول لك ما بدي أعرفهم أكيد، بس إذا واحد ما عرف القانون لا يحمي المغفل. إذا ما عرف مش معناتها ما بيندين.
طيب أسيس، من الأسئلة اللي بتنسأل ودايما عن الموت، وما بعرف لأي درجة إلى إيجابة أنه الواحد مثلا أول ما يموت بضل يسمع ويقشع 24 ساعة، وبيصيروا يقولوا إذا عيني مفتوحين بيقشع 24 ساعة، إذا عيني مغمضين لا. يعني في أسئلة كثير. هل هو بيسمع بعيني؟ لا، بيسمع وبيقشع، في بس يسمع ساعتها. إذا مغمض عينيه بيسمع ولا ما بيسمع؟ لا بيسمع. إذا عينيه مفتحين بيقشع، بيسمع وبيقشع الاثنين. بس قال قربي. لا، ما هن بيقولوا 24 ساعة بيسمع وبيقشع، بس بيقشع إذا عينيه مفتحين. طيب. فشو الصحيح؟ شو الخطأ؟ في إجابة؟ يعني هاي المشكلة، إنه كيف فينا نعرف؟ يعني ما بعرف إذا نسأل المسيح عن هالأسئلة مثلا. هلا للبحث مبررات عديدة. قبل قصة إذا بيسمع وبيقشع، هو تمسكنا فيه، يعني بدنا نقول بعد مثل، يعني نحن إنه ترحل روح من وسطنا أمر صعب، إذا فينا نتكمش فيها. فهذا هو الأريير بانسي تبع الموضوع، قبل إذا بيسمع ولا هيدا بصيروا يندبوا حتى يسمعوا. كتبت عنهم، هلأ أنت عم تذكريني إشياء صار لي مدة ما قريتها، راح أوصلها. بيصيروا يندبوا، وفي مثلا بالعادات القديمة عند اليهود، عند المسيحيين، عند المسلمين، انه لازم نسمعوا شيء حلو. لازم نقله، يعرف انه بحبنا، يعرف انه نحن بنحبه ومنحترمه ومقدرينه. ف لك انا شخصيا ما بحبهم. بقول لك الحقيقة. انا شخصيا برأيي لما بيرحل رحل، ورحل لأنه الكتاب بيقول تعود الروح إلى خالقها دغري. إيه خلص بلحظة. وورا الدراسات في شيء؟ هلأ أنا كتبت عنه. أوكي. هلأ شو بدك نكتب نحن؟ speculation، يعني تبصير، إنه تقديرات. إيه تقديرات، مين بيعرف؟ إذا كان عم بيحوم فوق راسهم أو راح لهنيك وبيشوفهم. هلأ كتبت عن شيء من هيدا القبيل. اللي بيعرف بالإنجيل المقدس بيعرف إنه الوعي لا يغيب عن روح الميت. الذاكرة لا تنتهي، بتضل حية. التفكير والكلام. هلأ بتقلي كيف برهنتهم؟ أنا أصدق. شو يعني آمن؟ يعني صدق ووثق. أنا أصدق النص. لو ما عنده النص أنا ما بلحق لا أحلام الناس ولا اختبارات قبيل الموت، قبيل near death experience. ما بلحقهم هولي، إن واحد راح وإجا وخبر وكذا، ما بيهمني أمرهم. تقول لك الحياة ولا بيشغلوا لي بالي، لأنه هيدي إذا بنروح منجيب علماء النفس يشتغلوا فيها. طيب ما بنوصل لمحل. أنا أصدق الإعلان الإلهي، النص المكتوب، عندي ثقة كبيرة، عندي ثقة كبيرة بالأنبياء، بالرسل، عندي ثقة عمياء بيسوع المسيح، ثقة تامة. شو يعني عمياء؟ ثقة تامة باللي بيقوله. فأنا باخد اللي بيقوله وبتبنيه بغياب مصدر آخر أهل بالثقة بيوازي يسوع المسيح، ما باخد إلا يسوع المسيح. طيب التانل يلي بيحكوا عنه، انه فتنا بتانل، وفي كتير بيقولوا رجعنا كمان، انه لما تتخدر اوقات وانت وعم توعى من عملية بصير في فلاش باك، وبصير تشوف هيدا التانل، واوقات لما تختنق ويروح نفسك. هل منكون عن جد رايحين صوب الموت ومنرجع ومنشوف بالافلام مثل كأن عم نسمع اصوات، ومثل كأن عم نرجع نشوف اشياء حلوة؟ يعني اوقات بحسسوك انه الموت شيء حلو، رح تروح على طفولتك، على ايامك الحلوة، على الابتسامات، ما كتير بتشوف اشياء بشعة. في شيء كمان مكتوب عن هالمواضيع وقد ايه مثبتة علميا وقد ايه صحيحة؟ انا قرأتهم بتمعهم، لان بده يكتب كتاب بده يقراهم هولي، ما فينا نتجاهلهم. حكيت عنهم عقد ما لازم احكي، لانه هيدا حقل اخر لعلم النفس يشتغل فيه، او الانثروبولوجيا تشتغل فيه. ولكن انا وجدت قواسم مشتركة بيناتها، كلهم تنال. يا خي مين قال لك تنال؟ يعني أنا بدي أسأل هذا السؤال، إنه كلهم تونيل، إنه هيدي وحدة المسار الإنساني، إنه كلهم بيعبروا بتونيل، وبعدين كلهم شافوا النور. لك ما حدا شاف جنة؟ كلهم يعيشوا حلو، ما حدا رجع وقال مخيفة. بعد ما راحوا، بعد ما حدا أدانوا، بعدهم عم بعدهم بالزحليطة.
كتبت عن قصة العودة من الموت. إذا الإنسان صلى إنه الله يطول له بعمره، كان عم بيموت بيطول له بعمره، شغلات بغاية الأهمية. لأن عن جد الواحد لما بده يكون مؤمن ويكون عنده مثلا، رح روح على الإكستريم، ولد صغير مريض وبيصلي بكل إيمان وبيقول مش معقول ربي ياخد لي ابني بهيدا العمر أو بنتي بهيدا العمر وما يرجع وما تزبط معه، هون عن جد في خلل بالإيمان. وبتصير تقول طب ليه هيدا ملاك، هيدا طفل صغير، ليه اللي عمره 80 ويلي هو عن جد فظع بحياته ربنا تاركه؟ دايما نحن منقول في حكمة، زيادة في حكمة، يتعذب حبل لا تيتوب، بقي يعطيه 10 سنين زيادة 20 سنة زيادة تيتوب. شو الحكمة من موت البراءة والطفولة؟ هيدا سؤال مزعج، مزعج على الأهل اللي اختبروه. أنا متأكد من المشاهدين في أشخاص والمؤمنين كتير أنه ايه تزبط. أنا حكيت عن موت الأطفال أو الموت المبكر. الموت المبكر مؤلم جدا، حكمة الله كبيرة. ما فيني قول ليش تا مات، يعني شو الجواب المقنع، بس فيني قول في شيء للأهل أنهم ما يكتروا حزن يغلبهم بهذا الموضوع، لأنه بيشعروا أنه هذا الموضوع قتلهم دبحهم وبيفقدوا إيمانهم كتار. طيب. بالأول أنا واحدة من الأشياء اللي بتخليني أقول لهم ما يكتروا حزن في سببين ثلاثة. إذا كتروا حزن ما بيرجع الولد، إذا كتروا حزن بيقتلوا حالهم، إذا كتروا حزن بيقولوا أنه الله مش حنون ومش رحوم ومش حكيم. كل هولي مش منيح. ليش ما يكتروا حزن؟ يوعوا، يوعوا شوي. هيدا الطفل راح بريء، ما في دينونة على ذنب ارتكبه، لا بالفكر ولا بالقول ولا بالعمل. بتعرفوا شو معنات هالكلام؟ هيدا الكلام ببلش ياخدنا لنتعزى، هيدا الكلام ببلش ياخدنا تنروق وتنفكر انه نحن بوضعية اخطر منه للطفل. هيدا الطفل بحالة البراءة، أنا بوضعية خطيرة، أنا إذا متت لك ما اللي علقة اللي خلق علي بدي وقف قدام الديان، أنا شو بدي أقوله؟ هيدا ما عنده شيء يقوله الديان أصلا، ما عنده شيء يقوله إيه، أنا شو بدي أقول؟ داود لما مات ابنه هو ومريض كان صايم وعم بيصلي وعم بيبكي، لما مات قام غسل وحلق وتحمم. قالوا لك شو؟ قالوا إيه، أنا أذهب إليه وهو لا يعود إليه. فبقى خلينا نحن نشوف كيف نستعد، كيف نتهيأ، شو نعمل تنبقى نروح ونشوفه. في كتار ببلشوا الصلاة، بس خليني أقول شيء، إذا مات الطفل من ربنا شيء وإذا أجهضوه شيء تاني. أكيد أكيد. إيه هوني الناس بيجهدوه ما بيفكروا في هيدا، ما بيعتبروا قتله. إيه. ما بيعتبروا هيدي أنتر بارانتيز. تفضلي. هون بدي روح عند الكبار بالعمر مثل ما عم بتقول، يمكن عم بيطول بعمره. بس قرأي كتابي انت؟ لا ماشي فين شبير بعد ما صدر. انه لان عن جد افكار بعتقد كل الناس هلأ والمشاهدين بيسألوا لما نكبر بالعمر، عم بتقول يعني الواحد يمكن الله عم بيطول بعمره حتى يتوب. احنا لما نكبر بالعمر بنصير نصلي اكتر لانه منخاف من الموت ومنخاف كمان من الدينونة. طيب كل الأخطاء يلي أنا ارتكبتها بكل حياتي فيي أنا كفر عن ذنوبي بس بأنه صليت لما صار عمري 80 سنة و 90 سنة؟ شوفي داود كان مرهق من خطايا صباه، فكان يصلي لالله يغفر له خطايا الصبا والشباب أيام الطيش والجهل. تعرف الإنسان مذكرته، ذاكرته بالدي ان اي تبعه غير انه موجوده بالسجلات هونيك على الهارد ديسك عند ربنا، في هارد ديسك هون، في واحد تاني هونيك على السيرفر عند ربنا. كان داود دائما قلق يتذكرهم لخطاياه يتعسوه. شو الحل؟ انا ما فيني كفر هلا، هيدي من صلب الايمان يلي انا اخذته من النص. النص الالهي، بالنص الإلهي، بالإعلان المكتوب بكلمة الله. كلمة الله هي العليا بهذا الموضوع، هذا موضوع حاسم، هذا مش موضوع تنظيمي لقلنا بنعمله الواحد على ذوقه. أنا لا أكفر عن خطاياي،
أنا أقبل كفارة المسيح عن خطاياي، هو كفارته بديلية، هو كالحمل كالكبش يلي قدم محرقة عني عنا عن كل واحد منا، فأنا بقبل. هلأ أنا بفهمك، اللي بيقرأ النص تبع الكتاب المقدس في شيء اسمه باللاتيني أوردو سالوتيس، يعني خطوات السلام مع الله، بيشوف معبر عنها لدى بولس الرسول انه في حزن يجتاح الانسان، هذا الحزن ينشئ أزمة، الأزمة تتفاقم تنشئ توبة، التوبة تنشئ إيمان تسليم، الإيمان يعطي خلاص ويعطي غفران. بس ما بقدر اجي ليقين الخلاص ويقين الغفران دون أزمة الحزن والندامة على خطيتي. عشان هيك هلأ اليوم أنا ما بعرف هيك بفكر فيها، ما عدنا عم نشوف كتير ناس حزينة على خطاياهم، ما في لمسة الحزن عند حدا، طائق شلش الحياة والعالم ما بعرف شو بها، فاقد شيء معين، حزن ندامة توبة تنشئ تسليم خلاص. هيدا الأردو سلوتس هيدا بغاية الأهمية. منيح هلا اللي عم بيسمعونا خلينا نستفيد، إذا ما تيقنت هنا إنه الرب غفر لي أزمة كبيرة، أزمة كبيرة، لأنه وقتها ما في مفاوضات. يعني أنت بتروحي لعند الديان مش على الطريقة اللبنانية بجربي ترشي وتاخدي وتعطي، أنت رايحين ليلفظ الحكم الأخير، لأنه المعاملات الإلهية هون هون، أعطاك باس، فتح لك باب، قال لك بعطيك صفحة جديدة إلى آخره، هونيك رايحين ليلقى علينا الحكم. طيب هون نحن إذا بدنا نحكي أسيس عن الحزن يلي منحزنه على الميت، هل منحزن على حالنا لأن ما بقى رح نشوفه، ولا منحزن عليه لأنه فقد يمكن سنين من حياته كان في عيشة بطريقة ما بعرف كله ما هو بده الاثنين؟ إيه نحن إذا كان شاب منحزن له، إذا كان كبير منحزن على ذكرى وحرام وشو كذا. بس بيقولوا في بعض الفلاسفة رائعين جدا، بيقولوا لما بيموت شخص بياخد منا شيء معه، صحيح، أو بيموت فينا شيء غصب عنا، مش نحن الميتين، في شيء بيموت وما بيرجع، بيموت بياخد منا حجم كمية مساحة، بياخد شيء من روحنا معه، نحن نكون بعدنا أحياء بس هو أخد شيء من روحنا معه دون أن ندري. هلأ طبعا عم بحكيها بالمعنى المجازي، روحي بعدها هون، فعند الموت تعصف كل هالأفكار بالمخ وبيبلش الإنسان الواعي كمان يتطلع لحقيقة مساره. هلأ في ناس بينبو حظهم بس، يعني عند الموت بينبو حظهم، شوفي بكرة بيجي جناز المسيح، قسم من الناس إذا بتطلع فين عم بيبكوا، أبداً ما عم بيبكوا على خطاياهم لأنه المسيح صلب لأجل خطاياهم وهن مقهورين كيف البار عذب وصلب لأجلهم. واحدة عم تبكي، بتكون عم تبكي على خيها اللي مات شاب، واحد عم بيبكي على بيه، واحد عم بيبكي على أمه، بيعملوا ربط مع حادثة موت المسيح فتبلش المندبي، بس ما استفادوا من صلب المسيح. يعني هلا هون مش وقت نبكي موتانا، هلا نبكي خطايانا ونفكر انه المسيح صلب عني، هيدا المؤلم بالموضوع. فعند الموت كثير اشياء بتعصف بالراس لما بيموت انسان، احيانا بنندب حظنا انه ليش تعترنا، ليش خسرناه، ليش ليش ليش، بس هو فينا شيء نحن بنخسره بكل تاكيد. طيب فكره اساس انه لما نكون عم نعزي شخص نحن بنقول له المسيح قام، صرنا هلا هي كلمه جديده، ما كان قبل بعشرين سنة، هاي الفضل لروم بيروت هني نخترعوا، هني بيقولوا المسيح قام وعمي مات ونحن ممنونينهم كثر خيرهم. طيب بس بعد 2020 سنة ما شفنا حدا قام، كيف لا طولي بالك شو كيف يعني؟ لأنه بعد المسيح، بعد المسيح ما حدا قام، نحن منقول المسيح قام بس ما لمسناها بغير المسيح، وطوبى لمن آمن دون أن يرى. يجي يوم القيامة، نحن عم نموت على رجاء القيامة. هلأ
أنا هي قلت كتر خيرهم اللي اخترعوها وعمموها لأنه حلت أزمات بفكرنا. لا أزمات اجتماعية مثل مش بس هي فيها معضلة فكرية. بتروحي لعند حدا بتقولي له الله يرحمه بركي الله ما بده يرحمه. تبعتي أمنية أمنية تمني هذا عم نساعده. ما هو الصلوات ما بنساعده. عند واحد بتقولي له الله يرحمه وهو مرحوم وين بده يرحمه أكثر؟ تروح لعند واحد تقولي له الله يعزيك تقولي له خاتمة أحزانك طول عمرك كون وارد عمره كلهم حكي بلا طعمة. هديك إيه بتقلها معنى برن المسيح قام بتركز على حقيقة جوهرية وبتاخد الناس من لق الحكي البلا طعمة لحقيقة جوهرية فيها تجرد. هلا فيها ربط انه ان شاء الله الكل بيقوموا مع المسيح بس احنا مش متيقنين اذا المنه مآمن ومنه تائب وما بيحب المسيح يعني ما بعرف. عم نحكي حقيقة جوهرية مجردة. وانا بحب بالدفن انه نروح ونفكر بالحقائق المجردة. في ناس بتروحي تحضري عندهم العزاء بتلاقي تلقى كلمات الله بيقروا. في ناس بروح تحضر عنده عزوة عزة أول ما تعدي شو سمع لنا وبلش حكي السياسي يا بي صح. أنا بحب لما أروح الناس أحكي لهم عن قيامة المسيح عن الاستعداد في حقيقة مركزية جوهرية في حقيقة خطيرة أنه نحن مائتين رايحين هنا تسألني إذا اليورو بونز بيدفعوا ولا ما بيدفعوا لك 60 سنة عمرهم ما يدفعوا هلأ إذا متنا وين بدنا نروح هي في أبدية بالدق أخطر بكثير إيه. فبقى حتى بتحضر تفوني بتلاقي طيروا الفرصة رجال الدين ما بعرف شو بيصيبون بيطيروا الفرصة هنينو عم بيخبروا اخبار بلا طعمة عن حياته هنينو والعيلة وكذا ماشي الحال بس هيدا مش ما بيعرفوا لا انا هون في حقيقة مركزية الناس قاعدة بكل اصغاء بكل احترام بكل جدية وبتوتر وبقلق على مصيره. الناس بالموت بيفكروا بموتهم لانه بالموت نحن بنروح منودع وعارفين حالنا رح يرجعوا يجوا يودعونا بنروح بنحمل صندوق بدنا نرجع ننحمل بهالصندوق. فهون ليش بيطيروا الفرصه انهم يخبروا عن يسوع القائم من الاموات يلي هو لازم يكون الرجاء ومرساه الامان وهو اللي بياخذنا للضفه الاخرى. فالمسيح قام بتودينا للعلاج الجوهري الحقيقي الكامل لمشكله الموت. طبعا بيبقى في خطر خطورة وحدة هي أنه نعمم أنه كلنا سنقوم معه لأنه مش كلنا سنقوم معه. هيدي بدنا ننتبه لها. هلأ صار مؤخرا كمان من كم سنة قصة أنه كلنا بنعملهم عرسان السماء وشو هذا السماء وما بعرف شو كمان هيدا نوع من كلام المتفجر من العواطف الجياشة. مننسى أنه الإنسان مثل ما قال كمان أحد الفلاسفة بياخد الميتة التي يستحقها أو بياخد الحكم الذي يستحقه. أنا بتمنى كلنا نكون مع المسيح في القيامة بس واضح أنه في بابين وفي طريقين وإن كان في قيامة عامة ودينوني عامة بعدين في مصيرين أبديين مختلفين. أسس في شيء كتير حلو بالديانة الإسلامية لما يدفنوا في صلوات كل الوقت في يعني آيات من القرآن. مش وقت يدفنوا وقت بيكون وقت التعازي. أنا عم بقولك صحيح. يعني تروح أنت على في مجلس عزاء بيكونوا عم بيتلوا آيات قرآنية. ليه ما عنا إياها بالمسيحية أو البعض خلوني بلشوا عن جد خلوني بلشوا في أحلى منها تكون عم تقرأ من أنا عم بقولك أنا بحب روح أنا بحب روح أحكي عن المسيح بجرب أعملها دائما أحيانا ما بتزبط ولكن عم بليك هوني بيكونوا عم بيحكوا سياسة وهوني عم بيحكوا شيء تاني وهونيك عم بيحكوا أزياء وهونيك عم تسألها شو طبختي 100% إيه هيدي سامي خياط الله يطول بعمره عامل مسرحية لها بتعقد يعني مشهدية رائعة جدا تمثيل بتمثيل صار عنا إياه فرض اجتماعي مش فرض وداع وفرض لا يقودنا جميعا لنتحضر استعداد. ففي فرق في تباين في فكرة انه نفسه طالب الصلاة
يعني في كتير أوقات منحلم بأشخاص عزيزين على قلبنا عم بيطالبونا نصلي لهم، أو حتى يمكن نحن أو نحن أوقات منحب أنه نعمل لهم جنازات حتى نصلي لهم. هل عن جد يعني العايش بعده بفيد بصلواته الميت، ولا كل واحد بس بخلص نفسه؟ أنا كتبت عنا مطولا هيدي بكتابي بناء على العهدين القديم والجديد وما بين العهدين، لأنه هيدي كانت عند قسم من اليهود بوقت معين أيام المكابيين، وما إلى غير هيدي الأرطومي هونيك عند المكابيين، يعني الجذر تبعها هونيك موجود، الرسين بس هونيك، والكنيسة الأولى ما مارستها وبعدين نشأت واحتلت الموقع الأكبر بتقليد وتراث الكنائس بعد القرن الثالث الرابع والقرون الوسطى ولحد هلا. نحن كبروتستانت ما عندنا صلاة لأجل الموتى، لأن نحن من آمن أنه ننتقلوا إلى دنيا الحق. راحوا لعند الديان وراحوا لعند رحمته، رحمته حق وعدلته، لا ما فينا نعمل له شيء. نحن بناء على الكتاب المقدس ما بقى بنصلي للموتى، غيرنا بيصلي للموتى. السؤال بفيد ما بفيد، كتبت عنهم بالكتاب. بدنا نقرا، ايه بدنا نقرا الكتاب، مش رح تقلنا ايه، بدنا نترك الكتاب بس بدنا نحكي ينتشر عنه لما بده يطلع بكره يطلع كتاب، يمكن منيش وشبيت ايه لازم. بس خلص طيرتي لي اياه هلا راح. لا هلا عم بيقرا الحلقه ما بيقرا الكتاب، لا بنحكي عموميات نحن، وهدول اسئله عن جد كل واحد بيسالها وحابب يحصل على اجوبه ملموسه، ما بعرف مش دائما كمان بنحصل عليها. بنرجع لفكره انه يعني نحن اوقات اذا بدنا نكون ايجابيه دائما بنقول ما في شيء بيصير بهيدي الدنيا الا ما في من وراه شيء منيح، اذا بدنا نكون نحن ايجابيه الا الموت. يعني هون كمان يمكن اسيس طرحت فكره انه الخطايا، طرحت فكره الاعمار الصغيره، قد ايه عن جد الموت هو الشغله الوحيده يلي على طول بنصلي ما تصيبنا، ما تصيب اللي بحبونا اكثر من انه تصيبنا. بدنا نضلنا نصلي، ما فينا نقول ما فينا نصلي لهيدا الموضوع، الله لا يجرب حدا، القصه صعبه. ولكن نحن لازم ننشئ اولادنا على انه الموت طبيعي وبيصير، وما نربطه بانه يسوع اخده وبيحبه وكذا، بصير عندهم كراهيه ليسوع اللي اخذهم اهلهم او احبائهم. المجتمعات الوثنيه بهيدا الموضوع الموت طبيعي أكتر عندهم، نحن مخلوط مع الماورائيات بشكل أكبر. هلأ بدنا نتعايش مع فكرة الموت، بدنا نتوقع الموت، وفي ناس بعرف أنه بيتوقعوه كل يوم، بيستيقظوا بيقولوا يوم جديد بشكرك يا الله، لما بينام بيرجع بيتوب عن جديد بيقول لك بركي موعيد. نحن الموضوع تبع كل شيء منيح، إذا ساكن عقل الإنسان قناعة عميقة إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، بيصير يتطلع للموت كرجل استقبال. يعني مثل أنت بتروحي على مؤتمر في لجنة الاستقبال على الباب، الأشرز أو عرس عم بيسجلوا، تفضل أنت قعد هون، أنت قعد هون، تفوتي لشي فرح. في VIPs يلي مش خاطئين. في VIPs طبعا، شو كمان في تمايز بيناتهم بالسما. هيدي الشغلة ما بيعرفوها، بس بيكونوا هون بحياتهم ما تميزوا، يعني تميزوا بالآخر. لا بيكونوا مميزين هون. طبعا نجم يمتاز عن نجم في السماويات، هيدي آية حلوة. بولس الرسول لما نفتكر بالموت قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. إذا كان أحلى ولا كيف منتقبلها، اعتبر أنه إذا بينطلق بيكون أفضل جدا. سقراط لما نجوا ليه أصحابه تلميذه ترجوه قالوا له هروب، كان محكوم عليه ماشي، حطوا له كبة قالوا له اشربها ساعة اللي بدك، بس بدك تشربها، قالوا له ما تشربها وهروب كبة سم. قال له ليش أنتوا بدكم تخلوني بأسري؟ هو أعطاهم عدة أفكار، واحدة إلى خصة بالسيادة بالسلطة بالدولة بالمجتمع بالوطن، في كتير إشياء، بس قال لهم ليش بدكم تلقطوني؟ ليش ما بدكم روحي تتحرر؟ يعني هو كان معتبر رايح من الأسر إلى الرحب. فبقى الإنسان اللي بيعرف بالتمام وين رايح وسعيد ومشتاق إليه لا ينظر إلى الموت كأكتر من بوابة
للعبور للمكان الأفضل والأجمل. فبتتغير النظرة من نحو الموت، وهو بيرتاح بيروق وبيواجه الموت بطريقة مختلفة مع كل الاستعدادات اللازمة، وببسمة وبسرور وبيقين وبإيمان. دايما منقول عن الأشخاص لما يصيبهم شيء، لما يموتوا خلص عمره، خلصوا زيتاته، هالقد الله كتب له عمر. هل مزبوط كل واحد منا الله كتب له عمر؟ يعني أوقات ما بعرف بينزل، يعني في كتير أكسيدانات قوية بيرجعوا للحياة، وأوقات بيكون أكسيدان كتير سخيف يلي هي فكش أو كسر ممكن يؤدي، أو عملية عم بتفوت حتى يعني تحت إيدين الحكيم وبتموت. فصحيح عنا عمر معين؟ أنا مآمن بهيك. يعني ما فينا نعمل شيء. أنا مآمن أنه كل إنسان عنده هلا إن شاء الله أقتبسها مزبوط، بيقول له أنت كتبت آجالي. يعني مواعيدي، موعد دخولي، موعد خروجي. سليمان الحكيم بيقول لي كل شيء وقت تحت السماء، للولادة وقت وللموت وقت. فهذه الأوقات بإيد الله. إلا أنه أنا ما عندي الجواب ولا أدعي ولا أتجاسر أن جاوبك أنه واحد وصل للموت ورجع، مش جزم. بعرف أنه حزقية مرض موت للموت، مرض للموت، وصلى وقال له الله أنا رأيت دموعك وسمعت صلاتك، وها أنا أعطيك 15 سنة زيادة. هل صلاتي تغير بمشيئة الله؟ هذا من أصعب المواضيع. يعني إحنا معورين على الصلاة الترداد ريبتيشن هيك. لما أنا رحت أدرس شهادتي الماجستير اللي أنا عملتها، هي أطول شهادة الماجستير، يعني 90 كريدتس. أنا قلت شوي ده فرضوا علي، أنا متخصص باللاهوت النظامي، فرضوا علي كورس بلاهوت الصلاة بسيطة، اتركها هيدي بعدين. فلما وصلت للختام الباركور تبعي كان قاسي صعيب، جيت بدي أعمل لاهوت الصلاة تعبت بالحقيقة. هو صعب؟ ايه، عملت دروب. هيدا الدروب الوحيد اللي عامله بحياتي كلها. بقي ضميري يأنبني ليش عملت دروب. قمت حديت حالي كتبت كتاب بالصلاة تناقش أسئلة صعبة مثل هاي اللي انت سألتينيها، هل الصلاة تغير مشيئة الله؟ إذا الله محدد لي موعد رحيلي، إذا صليت بغير له رأيه؟ شو بدك الجواب؟ ما في في حطيت جواب. إيه عن جد؟ حطيت جواب على قد ما لقيت بالكتاب المقدس. أنا بس القدي مكتفي خلص، قنوع. يعني ما بجرب اتفصحن بشي. حزقية صلى والله أكرمه، استجاب له. بس شو الكونديشنز ليش الله أكرمه؟ يا هل ترى كل مرة إذا واحد منا صلى بتزبط معه؟ بده يكون مثل حزقية بتوبته بندامته أو ما بعرف. فبكل إيه بكل الأحوال خليني أقول لك شيء، يعني إذا طالوا 15 سنة زيادة 15 سنة من ناقص، إنه شو هالقصة هاي؟ في قصة أبدية. يعني أنت عم تحكي عن عمر هالقد قده مقابل أبدية لا متناهية. شو بعد له النفع هولي ال 15 سنة على الأرض؟ طيب هون بنرجع لفكرة الإيمان. يعني أنا هلأ إذا مؤمنة آخر همي انصاب بالكورونا، وما عندي مشكلة إذا ربي بده يخدني بالكورونا بيكون هيك انكتب لي. يعني هالقد في المؤمن السلبي، الله يطول بعمرك وما يسمح، بس لا أكيد يموت بس بالكورونا. لأنه النفس بضيق، ها هي في أصعب منها. النفس لا، لكن ما بنتمنى لحدا الشر طبيعي. أبدا طبيعي. الموت مخيف. الكورونا قصة بسيطة مقابل السرطان، مقابل أكسيدان يطحنوا طحن عظامه، أوجاع العظم، قصة خطيرة، في آلام. نحن مشكلتنا مش تماما، في ناس بيقولك أنا بعد الموت مش رح كون موجود، مش هممني، بس أنا بهمني موت. كيف بدي موت؟ كيف بدي أقطعها؟ هاي الرحلة، هاي القاسية، آخر المراحل هي المخيفة. ولكن اللي هو دريان، واللي هو قري نص الإعلان الإلهي في كلمة الله، بيخاف كتير. مش بقصة هيدي بتصفي قصة سخيف، قصة أوجاع الموت. بيصير خايف من أوجاع ما بعد الموت التي لا تنتهي، حيث صرير الأسنان. طيب هون كمان أسيس، يمكن في عنا هيدي المقولة، يا رب ما تقتلني لا غريق ولا حريق ولا مشارشة على الطريق، سدي صلاة بتجنن وعظيمي. طيب هيدي الفكرة بحد ذاتها
انه انا اذا متت بهدول الثلاثه بيكون ربنا مش راضي عني؟ يعني طريقه موتي انا نمت وما قمت، في اهنى من هيك موتي وكلنا اهنى موتي طبعا. هيدي بس هي كمان بتتفاوت بين شخص وثاني اذا مات بطريقه هنيه لان بيستاهل هيك يموت، ولا ما فينا نقول هيك؟ بالعهد القديم حط ملوك وانبيا كتار الرخم، كان اذا واحد مات ميتي فيها مهاني يعتبروها عقاب من الله. مثلا احد الملوك انا نسيت شو اسمه مات وشرحطوه ورميوه، قال غير ما انت بوجهي كالحمار في البريه. بينما اللي كان يموت بكرامي كان يموت بشيبه صالحه ويدفن بمدفن ابائه، او يقولوا مات على تخته. ففي كرامي، الله يكرم الناس دائما موت كريم. وهلأ اليوم في اهتمام بقصة الأيام الأخيرة تبع الإنسان والترمينال إلنس وفراش الموت، الناس تموت ميتة كريمة، هيدي ايه بغاية الأهمية. هلأ بعد منا يكرم المرء أو يهان بالاستحقاق الكبير، هيديك ما فينا هلأ نحكي عنها. طيب فكرة نعيش أوقات، يعني بيقولوا مات ألف ميتة قبل ما يموت، يعني في كتير بتقول هيدا عايش ميت، يعني هيدا هالتشبيه منكون رايحين أكتر على الخطية ميت فيها، ولا عن جد في أوقات ناس عن جد بيخلقوا مرضى وبيضلوا كل حياتهم يتعذبوا وبيصيروا يقولوا هلأ عم بيتعذب بالحياة تيرتاح بآخرته؟ شو عرفنا إذا رح يرتاح بآخرته؟ وهل صحيحة هيدي الشغلة؟ وهل هو تعزية لكل شخص عم بيتعذب إنه بالحياة الثانية رح ترجع يمكن تكون مش معذب؟ ذكرتيني بنكتة قالوا له لواحد كسلان، ليه ما عم تشتغل؟ قال له مرتاح. قالوا له ما اشتغل وبعدين بترتاح. قال له أنا مرتاح من هلأ. شو اتعذب؟ تماماً. بقى هلأ نحن نجي نقول هذا كان كل عمره عم بيتعب، لما إجت يرتاح مات. شوف الحياة أرض الشقاء، ما فيها شيء. الحياة بتمرق بسرعة بحلاها وبمرة، والحياة فيها من الأسوأ ما يكفي أنه تدمر الناس، ولكن الله خلقنا شوي بننسى أو بتبرد الحديدة أو بتدوب الصابونة، مثل ما بدك قولي هالأمثال أنا سمعتها كلها بالحياة عند المفاصل المؤلمة. فبعدين الإنسان بيروق، ولكن كل هاي الحياة بتمرق كالبخار أو بالأحرى كدخان، يظهر قليلا ثم يضمحل، يعني مثل دخان السيجارة بيطلع راحت. فبقى ما كتير نركز عليهم هولي. نحن عيشتنا على الأرض من لحظة، يعني معه حق، ما بعرف من هو اللي قال اللي خلق علي، معه حق إنه اللي إجا على هالحياة إجا على الدنيا شوكة الموت. كل يوم نحن نعيش الموت، كل يوم واحد بيروح برات البيت وبيرجع يشكر الله إنه رجع بالسلامة. كورونا بلا كورونا بالبيت بيموت، بيزحط على الصابونة، شو بعرفني على شو. صح. نحن نعايش الحفة، نحن على الحفة بكل شيء. بيكون إنسان فكر حاله بصحة تامة، ما بعرف شو بيصير، أكسيدان بيطيره. فنحن على الحفة، لذلك هلأ ما بدي خلي العالم تضل مرعوبة بعدين تهلويس وتصفي عند أثار نفسية. أنا بالعكس، أنا بدي إياهم يروحوا ليحطوا ثقتهم برئيس الحياة المسيح اللي قام من الأموات، وبعدين اللي بيجي من عند ربنا فليكن. أسيس خلينا نستفيد منك من الإنجيل شو بيقول عن آخر الدنيا. يعني نحن هلأ عم نقول يا بتردينا لآخر الدنيا، لأنه يعني هيدا الموت إذا جاي رح يصيبنا كلنا. هولي شغلتين مختلفتين، لأنه في ناس بيفكروا أنه آخر الدنيا بس عند الموت. هلأ في فكر هيك بيقول مثلا، هلا عم بنقول يعني نحن بنقرا انه باخر الدنيا رح يصير في اول شيء خطايا كتير، رح تصير في تشوف اشياء كثير مقرفه، ما في اخلاق للعيله وامراض وفيروسات وامراض واوبئه. طيب شو مكتوب على المزبوط؟ يعني في كثير ناس بيحكوا اخر الدنيا انه اجينا الكورونا اخر الدنيا. لا مش يعني الكورونا اخر الدنيا، بس وحده من العلامات تزداد الاوبئه وما في تفسير لها، وفي اشياء بكره تتلاحق. ويمكن هلا زامطين بكورونا مهتمين فيها، بس هو نستنا الكورونا مرض صار لهم عقود ما بيقدروا يقولوا علاج، هو السرطان طلع اشياء مثل اتش اي في او غيره. مش الحال يعني انا ما بقرا، يعني اخر الدنيا مش موت، مش هاي فكره كلنا رح نموت مع بعضنا بذات اللحظه بطبوا. ما هاي ما بعرف، بتعرف كيف بتصير اخر الدنيا؟ بيجي المسيح جاي المسيح شخصيا راجع. اوكي مش كلهم بيطبوا، لا
ولا انه بيصير حريق كبير وبيتشلفط وكلهم على الارض مش وخلصنا. مش نوح؟ لا لا، مش فيضان؟ لا، الفيضان خلصنا، قطع على ايام نوح الفيضان صار، بس قال العلامات اللي هيئت للفيضان هي ذاتها بتتكرر لمجيء المسيح. هذه هي اوجه الشبه. مزبوط، يعني شيء حلو اخر الدنيا اذا بدنا نفكر فيها بهالطريقه للمؤمن. شغلتين هلا كانت لنوح حلوه، بس لجيل نوح كانت حلوه؟ لا، كانوا عم بيستهزوا فيه، قضوا شيء 120 سنه يستهزوا فيه، عم يبني فلك سفينه بقلب البر جوا بالصحراء. فاستهزأوا فيه لما ركب بالسفينه والله سكر له الباب، ما عاد يقدر يفتح هو، ويدق والدنيا عم تشتي وطلعت الماء للركبة وللكتاف وكذا، بطلت مسرة أبدا، يعني ما كان حفلة سباحة، كانت حفلة طوفان وغرق. هلأ عند رجوع المسيح هيدي اللحظة الأخيرة لما يبوق البوق الأخير، يعني رئيس الملائكة بيضرب البوق، العالم تسمع، بيقوموا الأموات ويختطفوا الأحياء في المسيح. قصة خطيرة، القصص اللي عم بتصير هلأ هي لما واحد بيقرأ سفر الرؤيا أول إصحاح المسيح بيعلن عن ذاته، الثاني والثالث بيعطي رسائل للكنائس، الرابع والخامس بيفرجينا الحالة بالسماء كيفية، أما من السادس للتسعتعش بيفرجينا تتالي الضربات والويلات والجامات والقصص اللي بدها تصير، وخاصة لما بتحتدم بالأيام الأخيرة. في عندك قصص الأوبئة، عندك قصص الحروب أمة على أمة، عندك مدن تسقط. كيف يعرف من المسيح الدجال؟ كيف فينا نعرف؟ أنا بدي لك شغلي، يعني أنا متأسف لك، في ناس ما رح يعرفوا للمسيح الدجال، رح فكروا المسيح الحقيقي ورح يلحقوه، واللي ما بيلحقوه سيعاقب وإلى آخره. لما رح يظهر المسيح الدجال رح بيفكروا المسيح الحقيقي، أما المسيح الحقيقي بيجي من السماء، بتصير القيامة ويختطفوا الأحياء. ها هي القصة، هولي قصتين مختلفتين. مش حدا رح نلحقه، مش رح يحكينا، مش رح نشوفه، مش رح يصير فيه مثل قبل ما صار لما كان يبشر. لا. يعني أنا ما لازم إلحق حدا بس هيك جاي حتى يبشر. تماما. هلأ ليك هي شغلة كتير كومبليكي بكتير تفاصيل، 100% عم نسألوا نحن على أساس في جواب. حشرتيني فيها هوني، في جواب أكيد، هيدي كتير دقيقة. عندك ليك اللاهوت الإسكاتولوجي، يعني اللاهوت الأخرويات كتير كبير، بس لخصوا كعادة، هيدا فن صناعة قوانين الإيمان، فن انك تحكي لك مثلا شيء مجلد بخمس كلمات. الرب راعي، قانون ايمان بكلمتين، اعتراف بربوبيه الله وتسليم حياتي له او رعايته لالي مثل ما بديك، كلمتين. فبقانون الايمان النقاوي بيختصر كل الاسكاتولوجيا بضعه كلمات، نؤمن ان يسوع، انه ريفيرينج ليسوع، ياتي ايضا بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ما بعرف ما عديتهم، خلينا نفترض أنه هولي 12 كلمة، 12 كلمة ملخص لاهوت كتير كبير، بس فيها إقرار بأنه هو راجع. من وين هذا الإقرار؟ مش صنعوا بنيقيا، أعوذ بالله، اعترفوا فيه بنيقيا، وجدوه في الكتاب المقدس، صدقوا المسيح القائل أنه يعود ليدين الأحياء والأموات، واعترفوا وأقروا وشاركوا الخبر إنذارا للناس أنه يعود. لازم ضلنا نقوله ونذكر العالم أنه يعود، أنه في ناس لا شو بدك، لا أنه اللي عم بيصير أسخف شيء هو رجال الدين لما بيسخفوا قصة عودة المسيح تيطمنوك أنه ما ترعبي وما تخافي وما ينشغل بالي، لا مش جاي هيك الأمر تصير. هيدا كلام الغباء بعينه، مع احترامي لكل العالم واحترام للي بيقولوا، بس أنا هيدا الرأي ما بحترمه، لأنه لا يتوافق لا مع الكتاب المقدس ولا مع اللي عم نعترف فيه بقانون الإيمان. المسيح يأتي بمجد عظيم، استعراض إلهي الأول ما له آخر، جايلك ميخائيل خلف منه معه جيوش الملائكة والقديسين وكذا، الأموات اللي سبقونا، شغلة كتير كبيرة، جرانديوزية، شغلة كبيرة سماوية، يعني الله بده يفج على السماء هيك شقة شقان. مهم بعدين يدين الأحياء والأموات، هيدي القصة المخيفة. إيه؟ يعني مش القصة نحن بس نلتهي كيف بيجي، أيمتى بيجي، إشارات مجيئه، تحضيرات كذا. لا، سيدين الأحياء والأموات، هون بدور الرعب الحقيقي. هو هون هو لما واحد بيعمل مخالفة وبيزمط يبقى مبسوط شوي، هلأ بيجيك الضبط على البيت. إيه؟ إذا واحد سرعة بيجي الضبط على البيت بينوجع 100,000 ليرة.
قطع تاني إشارة، التالتة صاروا 300 ألف ليرة بينوجع، هيدا على الزبط. طيب هنيك مش زبط، هنيك صار في حكم على خطاياه اللي ارتكبهم وما تاب عنهم ونسيهم و و و وحدة منها أنه ما آمن بالمسيح. طيب يا دين الأحياء والأموات، بعدين الذي لا فناء لملكه، هيدي النهاية السعيدة، هيدي النهاية السعيدة، بس هيدي مش لكل الناس، هاي اللي اعترف فيه هلأ ملك بيكون حصته عنده في ملكوته، وإلا كل الكلام هو بيصير للإثارة وللعجب هيك، للدهشة للفضول. يعني في ناس بيحبوا الشأن النبوي، مش بس النبوي، الرؤيوي عفوا، الشأن النبوي هو كل الإعلان نبوي وإلهي، بس في ناس بيحبوا الشأن الرؤيوي الإسكاتولوجي بس للتسلي هيك، لإرضاء الفضول. لا أنا مش قادر، نسلي بعضنا البعض مثل طب الفنجان وبتقرأ وبتشوف. هيدا قانون الإيمان نعدون 10-12 كلمة، هيدا المختصر المفيد. أسيس نحن أخذنا كل الوقت اليوم حتى نحكي عن هيدا الموضوع، لأنه كمان رح نسلم الهواء بيتا من الساعة 10 ننتقل حتى نتابع رياضة التنس. بختام هيدا الفقرة، أكيد الموضوع كتير له أهمية، ويمكن تفكيرنا مش مرض قد ما هو موت هلأ إذا بعصر الخوف من الأمراض. شو بتحب تختم؟ أنا بحب أختم شيء، كل التطور العلمي الناشئ فينا نقول من 100 سنة، بس فينا نقول بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية، كل التطور العلمي، كل التطور الطبي، كل التطور الفرمشاني باختراع الأدوية، كل التطور الزراعي، وكل التطور بعلم الغذاء، ما بيقدروا يحموا الجنس البشري من ولادة أمراض جديدة ما عندهم علاج لها، ولو كانت الأمراض سخيفة مثل الكورونا. لأن الكورونا أقل خطرا من إشي تاني، هو ما بيموت إذا لقيوا له العلاج. أوكي، شوفي الناس كيف مرعوبين، الله بهزلهم إياها لسفينة الأرض، للكوكب أو لحياتهم. هلأ نسيوا اليمين واليسار، نسيوا الليرة والعملة، نسيوا إسرائيل والعرب، نسيوا كل شيء. هلأ كل العالم بالا بالكورونا، كلهم مكورنين ما تسلم، مكورنين هون بالهاجس. هلأ هيدا عم بيقولون ربنا أمركم معي، أمركم معي. كل التطور العلمي رافقوا تطور بالتفكير وليبرالية بالتفكير، تحرر فلسفي، رفض الله. هيدا 50 سنة الأخيرة أو القرن اللي نحن فيه مثل ما بديك 100 سنة، هيدا قرن رفض الله. هلأ ربنا عم بهزلهم إياها، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. أمتين بيخلص أسيس الكتاب أو بيصير بالأسواق؟ الكتاب خلص، الكتاب خلص، بس أنا بحرره وبعطيه لاثنين ثلاثة اختصاصهم اللاهوت يقروه، برجع بعطيه لاثنين ثلاثة يدققوا بالشواهد وبالإشياء العلمية اللي حكيها، بركي أنا غلطان. وبعدين بيروح لحبيب يونس لازم يقرأ ويصححه ويتأكد منه كل شيء. فبقى في باركور طويل، يعني بياخد وقت، بياخد وقت. بعدين هلأ الإخراج بلش، يعني ديزاين كله هلأ عم بيشتغلوا، في فريق عم بيشتغل. إن شاء الله بال2020 إذا بقينا أحياء بيكون عندنا حفلة كبيرة كالعادة في إطلاق دلما. الكتب موفق أسيس، ميرسي على ميرسي لقليك وقتك. في نعم الإعلان، تفضل وقف مع الإعلان. أنا الليلة عشية بالأو تي في على 8:30 كمان أسيس، يعني نهار نهارك نهار نهار. ليش تختاروا لي السبت ما بعرف، بس الليلة عم نحكي بشيء آني سياسي أرضي دنيوي. يلا بانتظارك، وأكيد كتار يلي استمتعوا بهذا اللقاء ويلي استفادوا رح يرجعوا ينتروك عشية. أي ساعة؟ 8:30 بعد الأخبار دغري. ميرسي لك. ميرسي مشاهدينا، نحن مثل ما ذكرنا رح اليوم نوقف قبل بوقت، فإذن بتمام ساعة 10 رح ترجعوا تنتقلوا حتى تكونوا مع نقل مباشر، ونحن بكرة بتمام 8:30 نرجع نطل عليكم. ودايما ضمن برنامج يوم جديد، أنا بقلكم بون ويك أند، باي باي.